إذن مشاهدينا، هذا فيديو كان الاحتيال الهاتفي، رأينا نموذج من هذه النماذج. الحديث أكثر وتفاصيل عن هذا الموضوع ويعني حملة توعوية مهمة جدا تقوم بها القيادة العامة لطول الفجيرة. معنا في الاستوديو الدكتور سعيد الحساني، مدير العلاقات العامة بالقيادة العامة لشرطة الفجيرة. صباحك الله بالخير دكتور. صباح النور والسرور استاذ حمود، الله يحفظك. طبعا اليوم يعني مهم جدا الحديث عن الاحتيال الهاتفي. في بداية طبعا حابين نتعرف من خلالك ونعرف المشاهدين على الاحتيال الهاتفي واشكاله. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يسعدنا وجودنا اليوم وياكم لإلقاء الضوء على هذه الحملة التوعوية التي تقوم فيها القيادة العامة لشرطة الفجيرة. طبعا بشكل عام الحملة هي عبارة عن حملة توعوية تحذيرية لكافة أفراد وفئات المجتمع. الهدف منها التوعية والتحذير من مخاطر الاحتيال الهاتفي أو من خلال وسائل الاتصال الاجتماعي الحديثة. طبعا تفضلت في بدايه حديثك ان كان قبل احتيال عن طريق الفكاهه، لكن الان اصبح استخدام الوسائل التكنولوجيه اصبحت من الوسائل التي يتم عن طريقها الاحتيال على طريق واستغلال للايقاع بالضحايا. الهدف منها ان نحذر الاشخاص من فخ الوقوع في الاحتيال من قبل افراد أو مؤسسات مجهولة، سواء كانت داخل الدولة أو خارج الدولة، وتوعيتهم بعدم الوقوع مثل هذه اللعيبة. طبعا دكتور، يعني هذه الحملة وهذه التوعية أكيد ركزت على جوانب مهمة جدا ومعينة فيها، فحاب أتكلم عن الأشكال اللي تكلمتوا عنها في هذه الحملة وتحبون توجيهها. طبعا احنا شفنا التوعية طبعا بالهاتف، طبعا اتصالات اللي تأتيك مبروك لقد ربحت مليون درهم، ويعني أعطنا رقم حسابك. في أشكال أخرى أيضا كذلك وصلت الضوء عليها دكتور؟ نعم مستر محمود، طبعا نحن أول شيء بدينا قبل ما نقوم بهذه الحملة من خلال المعلومات التي والإحصائيات تلك السلوكات السلبية التي وردت إلينا من خلال المعلومات الأمنية، من خلال كذلك إدارة التحريات والمباحث الجنائية، لاحظنا أن وجود ارتفاع في مثل هذه الشكاوى والبلاغات من قبل الأفراد، حيث كان في خلال الربع الرابع من عام 2015 وصلت إلى 25 بلاغ. كذلك من خلال تنسيقنا مع مؤسسة الاتصالات في المنطقة الشرقية أن هل توجد بلاغات عن مثل هذه القضايا وبلاغات، تلاحظ لدينا أن يوجد 1146 بلاغ وشكوى. على ضوء ذلك كذلك نحن عقدنا اجتماع من خلال فرع الجرائم والاحتيال مع في إدارة التحريات والمباحث الجنائية ومع مؤسسة الاتصالات، تلاحظ أن توجد هناك مبالغ ضخمة تحول لأشخاص وأفراد مجهولين داخل الدولة أو خارج الدولة. على ضوء ذلك قمنا احنا كقسم إعلام وعلاقات عامة بعمل دراسة شاملة، وضعنا خطة لوضع حملة توعوية تستهدف توعية أفراد المجتمع للتوعية بخطورة مثل هذه الأمور ومثل هذه الجرائم التي تحدث. طبعا الطرق الاحتيال مثل ما تفضلت حمود كثيرة، قد يعني من بعض الأساليب قد يوهمك الشخص أنك أنت مثل ما شفنا في العرض قبل قليل أنك أنت ربحت مبالغ كبيرة، وبالتالي يوقع بضحيتي ويلعب على هذا الأمر. كذلك بعض الأمور نحن بعض الذين يشتغلون مثل وسائل الاتصال الهاتف للإيقاع بضحاياهم يلعبون على نحن شعب عربي شعب عاطفي، الأمور الدينية والمناسبات الوطنية، فيشتغل أن هناك مثلا عند شخص من أقرباء بحاجة إلى العلاج خارج الدولة وأن ظروفه المادية لا تسمح، فبالتالي عاطفة هذا الإنسان يقع ضحية، فبالتالي يقوم بدفع أموال طائلة هو على اعتقاد منه أنه قاعد يقدم يد المساعدة، ولكن هي في النهاية وقع جريمة ضحية من ضحايا هؤلاء الأشخاص. حاب يعني أتكلم عن الخطوات اللي لازم يتبعها الشخص في مباشرة بعد اتصال الشخص به وألف مبروك فزت بمليار درهم، زين مبالغ خرافية طبعا هم يقولون، فكيف يتصرف الشخص مباشرة؟ هل يأخذ الرقم ويتجه باتجاه القيادة العامة للشرطة ويبلغ عن الأمر، أم كيف يتصرف، أم يغلق الهاتف وينسى القضية؟ طبعا الأمور هاي طبعا الأشخاص اللي يجون مثل هذه الطرق الاحتيالية طبعا يكون المعلومات غير صحيحة أو بيكون بشخص برقم آخر، قد يكون هذا الشخص مثلا غادر الدولة أو ما شابه ذلك، فهو يكون ما أخذ احتياطاته. فنحن يعني نقدم نصيحة لمن يترد له مثلا اتصالات أن مثلا يتجاهل تلك الرسائل أو تلك
الاتصالات ويحاول انه ما يكون يبلغ كاقرباء او اصدقاء او مقربين لديه او الجهات الامنيه انه حتى لا يتمادى او مثلا في مثل هذه الامور فبالتالي يقع كضحيه. جميل. طبعا هي توعيه جدا مهمه واكيد رؤيه جدا رائعه ومتابعه حثيثه منكم ومن قائد العام لشرطه الفجيرة وقائد العام طبعا لشرطه الامارات ووزاره الداخليه بشكل عام. اتحدث عن هذه الحملات وعن هذه التوعيات وعن أهميتها. أنا حاب أتكلم عن نقطة جدا مهمة في مسألة الحملة، حملة التوعية. نحن نتكلم الآن عن حملة توعوية تتحدث عن احتيال هاتفي له أشكال وألوان. بدأ قديما يمكن قبل فترة طويلة كان طبعا واحد صفيك يقول لك فيك جني مش عارف أحمر وأخضر إشارة مرور كثيرة زين وبعدين طورت إلى أن والله ربحت وصار معك. المهم هذا التسلسل الشيء يعني أحس أن المجتمع أصبح عنده وعي كافي من خلال طبعا قيامكم بهذه الحملات. والله من بعد الحملات يعني بدأ هناك درجة الوعي ترتفع عند أفراد المجتمع، وإن كان يعني توجد هناك حالات يعني وللأسف قد يقع ضحيتها أشخاص متعلمين، لأن مثل هؤلاء الأشخاص يلعبون على العواطف ويحال يجعل لك يعني يهمك من خلال لأنها أصبحوا هؤلاء متمرسين في هذه العملية. لكن نحن ندعي أن المجتمع أن يكون أكثر وعي، إحنا نحاول من خلال هذه الحملة أن نثقف ويكون أكثر وعي. طبعا نحن الهدف الأساسي من قام في هذه الحملة أن نحقق هدف استراتيجي من أهداف وزارة الداخلية ألا وهي تعزيز الأمن والأمان. كذلك كقيادة عامة لشرطة الفجيرة نحرص كامل الحرص أن نحن نشر التوعية بين كافة فئات المجتمع بما يعزز ثقافة الوعي الأمني لدى أفراد المجتمع، ونحاول نقلل من المؤشرات التي تم وضعها وتم التخطيط لها وفق خطتنا الاستراتيجية. يعطيكم ألف عافية حقيقة على المعلومات الكافية والوافية. يعني أنا ما يسعني لأن أقول لك نصيحة توجهها للجمهور بشكل دقيق جدا عن هذه الحملة وأكيد عن أهدافها الجميلة والرائعة. طبعا نحن النصيحة اللي احنا نوجهها لكافة المستمعين الكرام عبر برنامجكم الموقر، نحن بخصوص ورود أي اتصالات أو يعني سواء باتصال هاتفي أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أن يتجاهل هذه الرسائل وعدم إلقاء لها بالا. في حال أن هذا الطرف الآخر طلب بيانات شخصية، عدم الإدلاء بأي بيانات شخصية كالاسم الثلاثي، عنوان مكان الإقامة، رقم بطاقة الائتمان، أي بيانات شخصية، عدم إعطائها لأشخاص غرباء لا يمت لهم بصلة. كذلك في حال مثل هذه الورود إبلاغ أقرب الأشخاص لديك أو أصدقائك وعدم الاحتفاظ بتلك المعلومات لنفسك حتى يعطوك المشورة وإبلاغ الجهات الأمنية حتى اتخاذ إجراءات الأمنية حيال هذا الموضوع. يعطيكم ألف عافية على هالحملة التوعوية جدا مهمة على احتيال الهاتف. يعطيك العافية طبعا دكتور محمد سعيد الحساني عفوا مدير العلاقات العامة بقيادة العامة لشرطة الفجيرة. يعطيكم ألف عافية. شكرا جزيلا. شكرا.